So quickly before the video starts, I just want to say that this video will be in Arabic and there will be English subtitles because it's how I learned to speak English, and it was a really highly requested video, and it doesn't make sense for me to make a video on how I learned to speak English for the people that don't speak English in English. Let's get started. صوت تاع الدومين ما نفهموش روحوا لعبوا في لا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاين بزاف عيبات تساوني كيف تعلمتي انجلي ومنا كيف تهضر كورامون والاكسون اللهجه تاعك كيف. واليوم جيت نقول لكم كيف تعلمت الانجلي منا قدام العرس الاولى. انا ملي كنت بخيمة نحب نهضر انجلي نحب انجلي وان ديريكشن نعرف كاع غناتهم حفظتهم كاع من غير ما نفهم والو. نروح نسمع روحي دوكا كيفاش نغني الغناء تاع وان ديريكشن حفظت لهم كاع اللغه تاعهم. الاول لازم تحبوا اللغه الانجلي ماشي ما بليج. انا كيما نقول لكم شغل الانجليزيه هي اللغه الاولى في العالم وتهضر بها وين تروح تماك. ماشي غير لازم تحبها بصح لازم تعلمها باسكو وين تروح تصيبها بيان سور. لحقت لسام دي نتعلم بديت تعلمها بالعقل بصح ماشي غير المسيد المسيد شي ميم ب 50% المهم كاع نفس اللي تعلمت بها تاع الصح هي الافلام والمسلسلات. شو كي تشوف افلام والمسلسلات لازم تشوفوهم بالانجلي وترجمها بالعربيه سينو ما تقدرش تعلم. شغل لازم شفت لي سيغ فرونسي والو حتى كي بديت تشوف لي سيغ ولي فيلم بالانجلي مترجمين بالعربيه نتفليكس ام بي سي 2 ام بي سي 2 هاي لا يجي بس. زعما كي تشوف سيغي ولا كي تشوف مسلسل كاع بالانجلي وكاع شغل تقعد تقول تلفت كلمات وبدا تهضر فيها وحدك وبدا تستعمل كلمات شنو في مكتوب. كي تشوف مسلسل ولا سيري نيمبورت كل لغه تقول تلفت هذيك اللغه وتلفت كلمات سواء تكون بتركيه ولا تكون بالانجلي بدا تتعلم. اه ماما شافت زوج افلام تركيه خلاص ولات تركيه هكا تبدا تلفدو كلمات تلفدو كلمات حتى تبداو تنشؤو جمل. وكاين عفايس كاين كلمات ودي لونغاج تعلمهم في الافلام ما تعلمهمش في المسيد تماك. وعفسة واحدة أخرى هي الأولى قبل الأفلام يوتيوب. أنا كنت نشوف يوتيوب وما شفت يوتيوب تاع الجزائر باينة في والو شفت عليها مالغي نحشم نقولها بصح نشوف لي فلوغ تاع لوغان وجيك بول كل يوم ونحشم بيها ومحمد خويا تاني كيحشم بيها تاع عفسة ما كنتش نشوف هذيك كنت شفت أمريكان عاد تعلمت لاكسون أمريكان كنت شفت بريتش ولا بصح كي نشوف فيديو ماني نفهم والو بصح نفهم شوية نفهم شوية من بعد كنسب كلمة ما فهمتهاش نروح جوجل تخادكسيون ندير تخادكسيون بعد نعاود نولي الفيديو زيد شويه بالعقل بالعقل حتى جوجل تخادكسيون ما بغيت الترجمه تاعها ماشي طميه. وبينا بلي كي هكا تحب تتعلم انجلي واش حتصرا بالخط واش حتصرا انا من بينا بينا بلي كي تسيي تعلم انجلي واش حتصرا لكم واش حتعلموا تلقوا تونوت راح كتهضر انجلي لازم تصبر لازم عوام وعوام. ماشي غير في يوتيوب ابوني العباد تاعها وشوف لي ستوري تاعهم وكاع كي تكون عندك شغل كاع وين تروح تصير بالانجلي بالسيف تتعلمو. وعفسة واحد اخرى كتابات كي تقرا كتابات انجلي باينه بلي حتتعلم بصح انا ما قريتش كاع كتابات قريت كتاب ولا زوج تعلمت منهم شويه سا ديبون عليه من الكتابه ويهدر وعلى اللهجه اللهجه الامريكيه كي تسمع كلمات شغل ما ماكش تشوف لي فيلم ماكش تشوف حتى عفسة ما عندكش سورس واحد اخرى تتعلم بها الانجلي شغل غير المسيد تقرا كلمه ولا جامي ما سمعتها من قبل ما تعرفش كيش تنطقها تسمع تنطقها كيما تقرا نتايا ولا باللهجه تاعك ولا بصح كي تقرا كلمه راك شايفها ديجا ولا سمعتها ولا شفتها ديجا فيلم ولا تعرف كيش تنطقها لازم تكون كلمة شايفها واش كي سمعتهم ديجا تعرف تنطقها بصح كي تشوف كلمه جامي ما سمعتها ما تعرفش كيش تنطقها و والعفس الاهم كاع الاهم 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 كيف تتعلم لازم يكون عندك محادثات لازم يكون عندك دي كونفرساسيون مع عباد باش تعلم بصح ما كان حتى واحد تعرفو يهضر انجلي ما عندكش معنى تهضر وكاع بعد ما يهضر تجيك واحد شويه واش دير انا واش درت نهضر مع روحي بانجلي ما كاش معنى تهضر. There will be a lot of bloopers in this video. تهضر مع روحك سواء هضر وحدك اوت لاود شغل بالصوت ولا خمم بالانجلي. انا 80% من خمامي بانجلي شغل كي نهضر مع روحي نخمم نخمم بالانجلي ما نخممش بالعربيه ولي عفسه الوحيده اللي شغل جاتني بها لاكسون عفسه نديرها ماشي بزاف نورمال بصح شغل نتخايل محادثات سيناريو معاك زعما راني نتخايل روحي داخل كش فيلم ولا ندير واحد باست كش ممثل ونهضر بانجلي في باسيو
وي نفعت نفعت بزاف نفعت نفعت لا لا نفعت ما على باليش اذا استفدتو كشفت هذا الفيديو انا قلت واش عندي امل ان تكون قد نفعتكم هذه باقي هذا الفيديو عجبتكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا كشفت اذا عجبكم هذا الفيديو ابوني فلاشان ديروا جيم كومونتير بارطاجيو وماشي معناتها هذا الفيديو خطا بالعربيه معناتها قال لي فيديو معناتها بدلت اللغه تاعي نحل لكم I'll see you in my next one. لا بغيتي زعما راني فيلمي لا بغيتي ما نال ولا عفسه اللولا كي تسطو ما بين نقول لكم عفسه اللولا ديرون جيتوني وعفسه كيت ت 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